السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير والحمد لله. النهاردة نعمل لكم فيديو جديد، فيديو يا رب يعجبكم، فيديو بيتكلم على برنامج OSG يوتيوب، البرنامج اللي احنا بنقدر نحمل منه من خلال اليوتيوب، برنامج فيه خيارات كتير او خيارات مش موجودة في برامج تانية كتير من اللي هي بتحمل من اليوتيوب، فيلا تابعوا معايا عشان تشوفوا المميزات اللي موجودة في البرنامج بتاعنا. خلونا دلوقتي بقى هفتح البرنامج بتاعنا واوريكم المميزات اللي موجوده فيه واللي مش موجوده في اي برنامج تاني من البرامج اللي بتحمل من يوتيوب. ده فيديو من وسط الفيديوهات اللي نقدر نعمل عليه اختبار او نشرح عليه البرنامج. هنبص نلاقي كده اسفل الفيديو بتاعنا هتلاقي كلمه موجود، كلمه التحميل، موجود كلمه الخلفيه، دي ميزتين، وفي ميزه ثالثه هوريها لكم برده. الميزه الاولانيه اللي هي كلمه تحميل، لو ضغطنا عليها ده بيقول لك ان انت تقدر تحمل الفيديو بتاعنا بكذا جودة 3G او MP4 او MP3. فلو ضغطنا على كلمة MP3 مثلا، لو عايز حب من الفيديو دوت بصيغة MP3 بقى اضغط على كلمة MP3 واضغط على كلمة تحميل، هتبص تلاقي ان البرنامج بتاعنا بيحمل الاغنية بصيغة MP3. ده اول واحدة، طيب ده اول ميزة. تاني ميزة ايه؟ اللي هي بيقولك ان انت تقدر تشغل الفيديو كده وتضغط على كلمة الخلفية زي ما انتم شايفين كده. وخلونا دلوقتي ان انا اروح افتح الفيس بتاعي مثلا، هفتح الفيس عادي ما عنديش مشكلة، وفي نفس الوقت هتلاقي الفيديو بتاعنا شغال في الخلفية ما فصلش. ده ميزة تانية مش موجودة في اي برنامج تاني. طب ايه الميزة التالتة؟ جنب التوقيت بتاع الفيديو او جنب التايم بتاع الفيديو هنضغط على الزر دوت، ده بيقول لك ان انت تقدر تشغل الفيديو بتاعك في شاشة منبثقة وفي نفس الوقت تفتح اي حاجة تانية والفيديو بتاعك ما يفصلش زي ما انتم شايفين. ده ميزه تانية او ميزه تالتة مش موجوده في اي فيديو تاني في اي برنامج تاني من اللي بيحمل من اليوتيوب. ده مميزات برنامج OSG يوتيوب. لو رحنا على كلمه التحميلات هنلاقي الحاجه اللي احنا حملناها اللي هو ادي السونج اللي احنا حملناه زي ما انتم شايفين بصيغه MP3. ده كان الشرح بتاعي لبرنامج OSG يوتيوب، يا رب يعجبكم، يا رب ينور رضاكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعمل شير للفيديو، تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة. كان معاكم هارد تايم من موقع جروب ايجيبت فو.